بسم الله أبنائي وبناتي طلاب صف خامس وسادس وسابع وثامن، أهلا وسهلا بكم مع مستر أفغاني سهيل. النهاردة يا أولاد نستعرض مع بعض سؤال الرايتنج. هناك جديد في امتحان الرايتنج الورقي، وهناك جديد في الامتحان الإلكتروني. يا أولاد ما هو الجديد في الامتحان الورقي؟ تعالوا نروح نشوف يا أولاد الوزارة عايزة إيه. ما ننساش يا اولاد نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس يا اولاد. على بركة الله. الوزارة قالت يا جماعة في الرايتنج تاسك الامتحان الورقي احنا نعمل الامتحان من كم يا اولاد؟ من 35. من كم يا اولاد؟ عليه 35%. 35% يا اولاد مو 35، تمام؟ هل هيكون ستوري مثل العام الماضي؟ نو no. ما كانش في، مش هيبقى في ستوري يا اولاد، لكن هيطلب منك ايساي مقال او باراجراف كبير بالنسبه للصفوف الصغيره. النهارده يا اولاد اللي الايساي هنبدا بيه لازم نعمل بلان. نعمل ايه يا اولاد؟ بلان، مخطط. يمكن عملنا مخطط يا اولاد في القصه برضو العام الماضي. نعمل يا اولاد بلان، مخطط. المخطط ده عليه 5 درجات، تمام يا اولاد؟ نعمل البلان ده ازاي؟ احنا مدين حضراتكم اهو عناصر اسئله، حضراتكم تجاوبوها في المربعات دي مثلا. يبقى ده البلان يا اولاد اللي احنا عملناه. Draw an organizer to plan your ideas about the outdoor activities that you do on your free time. فري تايم يا اولاد مشترك ما بين خامس وسادس وسابع وثامن. اوكي يا اولاد، عايزين اول عنصر يا اولاد في البلان بتاعنا importance of having free time. The outdoor activities you do on your free time. How outdoor activities help you in your life. How often، كم مرة، do you do it and where, with whom مع من you do it, do you advise people to do outdoor activities. ده يا اولاد المخطط بتاعنا. بنكتب يا اولاد من هنا دي العناصر يا اولاد، نسخها في شيء في صورة مخطط، تمام يا اولاد؟ بعد عملنا المخطط نبتدي يا اولاد نكتب ايه؟ نكتب الايسي بتاعنا، تمام؟ او المقال بعدد الكلمات يا اولاد بيختلف من صف لصف، في 50 في 70، تمام يا اولاد؟ طيب وانت بتكتب حضرتك انا ليا شروط. خلصت بلان، لما تيجي تكتب تعمل لنا تايتل. يلا يا اولاد تايتل، العنوان ان انترودكشن، مقدمه. حضرتك تكتب لنا جملتين تحكي فيهم ايه الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. بادي ده هيكل الايساي او الباراجراف يا اولاد، الموضوع. اند اخر حاجه كونكلوجن، خاتمه. حضرتك في الخاتمه هل هتدي ادفايس؟ هل هتقول رايك الشخصي؟ في الخاتمه يا اولاد بنلخص اللي احنا كتبناه. موضوع سهل جدا يا اولاد وشيق جدا. importance of having free time. يبقى انا هكتب يا اولاد التايتل بتاعنا هيكون ايه؟ free time. an introduction، عند حافظين مقدمه؟ حافظين مقدمه يا اولاد؟ نقول مع بعض we. تعالي يا اولاد نقول مقدمه مع بعض، نحط فيها الموضوع بتاعنا we. سوري يا اولاد we. We all agree that جميعنا نتفق أن free time is important in our لايف. جمعنا يا اولاد نتفق، جمعنا يا اولاد نتفق ان
أن يا أولاد فري تايم از امبورتنت ان اور لايف. يبقى أنا يا أولاد أنا اتكلمت كده، قدمت الموضوع إن أنا إيه أكتب عني the outdoors activities you do on your free time. إيه يا أولاد الـ outdoor activities اللي أنت بتعملها في الـ free time؟ I do many outdoor. أنا يا جماعة بعمل many outdoor activities such as يعني مثل يا أولاد رايحين فين؟ hiking نمشي في الجبال، swimming رايحين فين يا أولاد؟ swimming hiking تمام يا أولاد. going shopping how outdoor activities help you in your life how often do you do it and where how often كم مرة؟ أرد على هاو أوفن يا أولاد اللي إحنا كتبناه في المخطط. أنا ممكن يا أولاد أضيف من عندي وممكن أحذف كمان يا أولاد. I do activities I do outdoor activities three times a week. three times a week يا أولاد 3 مرات في الأسبوع. with whom do you do it؟ I برد يا أولاد أنا do أود I do it خلينا خلاص نخليها it يا أولاد with مين يا أولاد؟ with my family مع الفاميلي يا اولاد اند فريند. كلنا يا اولاد ممكن نكتب، كلنا ممكن نكتب يا اولاد، كلنا نكتب ممكن كلام مختلف عن بعض وكله صح يا اولاد. Do you advise people to do outdoor activities؟ ايوه دي يا اولاد في الكونكلوجن مثلا في الخاتمه هنكتب. انا يا اولاد بقول مثلا I advise I أنا I advise people I advise people to do our door activity. ليه يا اولاد؟ لان انا مطلوب مني كلام، مطلوب مني يا اولاد عدد في الكلمات، عدد في الكلمات يا اولاد. احنا كتبنا يا اولاد بسرعه تمام يا اولاد. ده يا اولاد مثال، مثلا يا اولاد تكتبوا تاني يا اولاد. المهم عرف ان في بلان مخطط، مخطط عليه 5 درجات يا اولاد. وبعد كده ايه الباراجراف او الايسي اللي احنا بنكتبه؟ لازم أن يشمل تايتل، عنوان، مقدمة. عملنا مقدمة يا أولاد. ممكن لو قلنا عن أي موضوع يا أولاد نشيل كلمة فري تايم ونقول يا أولاد نفس الكلام. We all agree that free time is important in our life. فلو هنكتب عن تكنولوجي خلاص يا أولاد نشيل فري تايم ونحط تكنولوجي. أوكي يا أولاد. يبقى في بلان، بعد البلان يا أولاد في الإيساي أو الباراجراف الكبير بتاعنا. هل امتحان الرايتنج يا اولاد انتهى؟ لا يا اولاد. الجديد ان انا هجيب فقره يا اولاد بارت 3، فقره ده في امتحان الرايتنج. ايوه فقره ريدنج، ريدنج في امتحان الرايتنج. ايوه يا اولاد هو ده الجديد، فقره ريدنج يا اولاد
تمام يا اولاد، ماي هيروز ادفنشر، مغامراتي البطوليه. تمام يا اولاد، ومعانا تكست نص يا اولاد، وهنسال عليه سؤالين. السؤال الاول هيبقى عليه درجتين يا اولاد، بعد ما تجاوبوا تدونا ايه يا اولاد؟ جاستيفاي. جاستيفاي برر اجابتك، يعني لغه ثانيه يا اولاد واي. جاستيفاي يا اولاد يور انسر. منين يا جماعه؟ تجيب من التكست يا جماعه، صيغ من التكست اللي انت فهمت يا اولاد. يبقى ده في امتحان اخر جزء ده يا اولاد، امتحان الرايتنج. يبقى بلان، نعد مع بعض يا اولاد. بلان ابي مخطط، ايسي مقال او باراجراف، تمام يا اولاد، وفقره ريدنج هيبقى فيها سؤال، تمام، وفي جاستيفاي برر اجابتك مدعما، سبورت يور انسر فروم ذا تكست. تمام يا اولاد، هنجاوب السؤال عليه اثنين، المبررات اللي تحكيها يا اولاد عليها 3 درجات. ده يا اولاد نظام الامتحان الكتابي. تمام يا اولاد، نشوف السؤال بيقول ايه يا اولاد. Do you think، هل تعتقد ذات منصور is enjoying that challenges that he is participating in؟ هل تعتقد ان منصور يا اولاد استمتع بالتحديات اللي هو يستمتع بالتحديات التي يشارك بها؟ اكيد يا جماعه، احنا مش هنجيب لك واحد مش مستمتع بالتحديات. انت حضرتك هتقول اي ثينك، بس هتقول ايه يا اولاد؟ اي ثينك يس. يلا نجاوب يا اولاد، يس اي ثينك يس. موافقين يا اولاد ان منصور بيستمتع؟ يس اي ثينك. يا جماعه هم عايزين كومبليت سنتنس، يس اي ثينك ذات. وتكمل يا اولاد، يس اي ثينك ذات منصور از. ونكمل يا اولاد، ونكمل يا اولاد كده. احنا حلينا السؤال الاول يا اولاد عليه درجتين. Justify your answer. أول مرة يا أولاد نشوف فقرة reading في امتحان الرايتنج. Justify your answer. برر إجابتك. Include clues from the text. من القطع يا أولاد، عايزين مفاتيح من القطع يا أولاد that support your inference، اللي هي تدعم يا أولاد your answer. موجود في التكست يا أولاد. سهلة جدا. تمام. اي كلام يا اولاد تكتبوه، مبررات، الاجابات صحيحه. كده يا اولاد نكون استعرضنا معاكم امتحان الرايتنج. يا اولاد احنا بنشرح كل الصفوف، كل الصفوف يا اولاد المنهج، نشرح اسماء العام الدراسي، المنهج، كتاب الكورس بوك والورك بوك، كتاب الليرنرز بوك والاكتيفيتي بوك. تمام يا اولاد، وشرحنا كل الهياكل يا اولاد الوزاريه. اي اسئله يا اولاد اكتبوها في الكومنتات، اللي انتوا عايزينه يا اولاد في الكومنت اكتبوا اللي انتوا عايزينه. شكرا يا اولاد، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.